العلم يستهديه يهديني، غيم من الفكر يستسقيه يسقيني، أمد مني سؤالا نحو طلعته حتى جرى النور في شرح وتلقيني. هنا سنعمر دنيانا ونصلحها ونعتني الخلد حيث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. الروابط الاجتماعية موضوع حلقتنا اليوم، تلك الأواصر التي تربط الناس ببعضهم وتجعل المجتمع متكاتفا متآلفا يخدم بعضه بعضا، بيد أن هذه الروابط كثيرا ما تتعرض لمواقف تقطعها وتفصل الإنسان عن أخيه الإنسان، والبعض ينظر إلى هذه الروابط على أنها مصالح شخصية يتحقق له من خلالها جملة من الفوائد، سرعان ما تنتهي الروابط عندما تتحقق الفوائد، بمعنى أن الإنسان قد يقطع علاقته بالآخر عندما تنتهي المصلحة التي تكون بينه وبين أخيه. الروابط الاجتماعية موضوع يحتاج إلى الكثير من التفصيل، ونحن في عصر نظن أننا أصبحنا قريبين من بعضنا كثيرا، سواء كان ذلك عبر وسائل التواصل التقليدية أو عبر وسائل التواصل الإلكترونية. لمناقشة هذا الموضوع معنا في هذه الحلقة ضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المفتي العام بالسلطنة. نرجو منكم أن تشاركوا أنتم أيضا بدوركم عبر الأرقام التي ستظهر على الشاشة، ومن بينها 9980-00141 وكذلك 9980-01919. هذه الأرقام تتكرر على الشاشة بين الحين والآخر، وننتظركم أيضا على شبكة المعلومات العالمية في مواقعنا على الفيسبوك والتويتر، فأهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بكم، وأحيي الإخوة والأخوات الذين يتابعوننا، وأسأل الله تعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب. آمين. فضيلة الشيخ، علماء الاجتماع عندما درسوا حياة الإنسان وشخصوا طريقة تعامله مع الآخر أو تعامله مع الحياة، خلصوا بعبارة تقول بأن الاجتماعي مدني بفطرته، أو مدني بطبعه واجتماعي بفطرته. هذه الصفة التي جبل عليه الإنسان وخلق عليها لتكون جزءا من تكوينه، هل هي كافية لتكوين الروابط الاجتماعية المطلوبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن الأواصر الاجتماعية في هذا الدين الحنيف لا ريب أنها جاءت موافقة لفطرة هذا الإنسان، لكنها لم تجعل متروكة لهذا الإنسان ليحدد إطارها وبواعثها وكيفية تطبيقها. ولذلك فإن الروابط الاجتماعية هي جزء من التكافل، من نظام التكافل الاجتماعي الذي هو مقصد من مقاصد هذه الشريعة. ونجد أن الروابط الاجتماعية أو العلاقات والأواصر التي تكون بين الناس في هذا الدين جعلت مبدأ أصيلا يقوم على أساس الإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر. فالأصل في الروابط الاجتماعية وفي بنائها والمحافظة عليها وإقامتها أنها جزء أصيل من الإيمان بالله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك أن الله تعالى يقول في محكم كتابه: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فهذا يؤكد على أن ما يتصل ببناء علاقات اجتماعية متينة بين بني البشر إنما يبنى على أسس من الإيمان بالله واليوم الآخر. فلم تكتفي هذه الشريعة بإيكال أمر الروابط الاجتماعية إلى ما هو أمر طبعي فطري في هذا الإنسان من كونه مدنيا بفطرته اجتماعيا بطبيعته، وإنما أرست هذه الروابط على أساس متين من الإيمان بالله واليوم الآخر. ثم
لم يقتصر الأمر أيضا على إرساء هذا المبدأ الأصيل، بل ربط المبدأ بالموضوع أو الفكرة بالمشروع نفسه بالتعبيرات المعاصرة. فلئن كان المقصود هو بناء علاقات اجتماعية تكون بين بني البشر محققة للألفة والمحبة والتواد والتراحم فيما بينهم، وتكون باسطة للعدالة والمساواة، فإن الجانب الإيماني مع كونه الأصل في هذه العلاقات، إلا أن هناك جانبا آخر أضيف إلى البعد الإيماني، وهو جانب البعد الحقوقي. فربطت هذه الروابط الاجتماعية أو وصلت هذه الروابط الاجتماعية بحقوق الإنسان بحسب دوائر هذا الإنسان في الدين أو النسب أو الجوار أو غير ذلك من الدوائر التي تجمع بني البشر. فبعد إرساء المبدأ الإيماني جعلت هذه الروابط الاجتماعية متصلة اتصالا وثيقا بالحقوق. فمن حقوق المسلم على المسلم أن يبسط له خلقه وأن يواسيه وأن يقوم بشؤونه وأن يعطف عليه وأن يرحمه إلى آخر أنواع الحقوق التي هي للمسلم على المسلم. يؤكد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في إرساء مبدأ الحقوق الإنسانية بداية: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والله عز وجل يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فبعد وصلها بجانب الحقوق، ونظرا لكون الحقوق تتصل أيضا بالواجبات، وفي الغالب تكون مسألة الحقوق مسألة متبادلة، في مقابل الحق هناك واجب، فلم يقتصر أيضا أمر الروابط الاجتماعية على أن تكون موصولة بحقوق هذا الإنسان كما قلت بحسب دوائر هذا الإنسان، وإنما جعلت متصلة بالعبادات. فالعبادات التي يؤديها هذا الإنسان يؤديها المسلم تنشئ هذه الحقوق، كما أنها تحافظ على الحقوق، وترسي روابط اجتماعية متينة بين الناس جميعا. فلم يكتفي كما قلت، لم تكتفي هذه الشريعة بجعل الأساس الإيماني مجرد نظرية، وإنما انتقلت منه إلى ما يتصل بالحقوق، كما أنها أيضا أكدت ذلك بجعل هذه الروابط والمحافظة على هذه، بل إقامة هذه الأواصر، جعلته جزءا من العبادة التي يتعبد بها هذا الإنسان. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. ويقول: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فهذا الصنف لم يكتفي بأنه لم يصل المستحقين من المساكين والفقراء وذوي الحاجة في المجتمع، وإنما امتنع أيضا عن حظ غيره على إسعاف هؤلاء. في دلالة واضحة في هاتين الآيتين الكريمتين في العتب على هؤلاء الذين بين القرآن الكريم أنهم من أهل النار، أنهم لم يكونوا يحضون على المسكين، أنهم ما كانوا يفعلون، وإن كانوا عاجزين أو كانوا متكبرين مختالين فإنهم كانوا أيضا يمنعون غيرهم ويصدون غيرهم من أن يصلوا المساكين والفقراء. فجمعوا بين كل أسباب القطيعة، بين قطيعة الأواصر الاجتماعية التي يمكن أن تكون بين الناس، في مقابل صورة ذكرها القرآن الكريم مما يتصل بمسألة أن الله تعالى تعبدنا بإقامة هذه العلاقات الاجتماعية. يذكر لنا القرآن الكريم صورة أولئك الذين أنعم الله تعالى عليهم ومن عليهم بالفضل، فيقول عنهم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ثم هناك جانب آخر وهو ما يتصل بالأخلاق، وهي غير الجانب الحقوقي وغير الجانب العبادي. إذا أردنا أن نصنف تصنيفا موضوعيا فإننا سنجد أن ما يتصل بإقامة العلاقات الاجتماعية وتأسيسها في المجتمع وإرسائها لكي تكون قابلة للتطبيق والتنفيذ، بحيث كما قلت يتصل المبدأ بالتنفيذ والفكرة بالمشروع والموضوع والشعار بالجهاد والدعوة والعمل، سنجد أيضا
أن إقامة أودي الروابط الاجتماعية هو جزء من المنظومة الأخلاقية في هذا الدين التي لا تقوم على أساس المعاوضات، وإنما تقوم على أساس ابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى. هذا موضوع الأخلاق فضل الشيخ، سنأتي إليه أو سنأتي إلى جملة من تفاصيله، ولكن لنعود مرة أخرى إلى الموضوع نفسه. الإنسان مدني بطبعه. أنتم تتحدثون الآن عن شعوب مسلمة، عن شريعة تؤمن بها شريحة كبيرة من الناس تمثل خمس العالم، لكن هناك شعوب منتشرة في أوساط الأرض تكونت بينها روابط اجتماعية وهي مقطوعة الصلة بالشريعة، مقطوعة الصلة بالإسلام. كيف ينظر المسلمون إلى تلك الروابط التي تأسست على أساس بشري محض؟ أحسنتم، وهذه مسألة مهمة، مع أن الجواب فيها في ظني واضح جلي. أولا، هذا هو خطاب الله سبحانه وتعالى لعباده جميعا، هذا خطاب رباني دعي إليه هذا الإنسان، فكل بني البشر مدعوون إلى الاستجابة إلى هذا النداء الرباني وإلى تحقيق دعوة الله سبحانه وتعالى لخلقه جميعا بأن يهتدوا بالصراط المستقيم، وبالتالي فهو صالح لبني البشر جميعا. وأما ما تشيرون إليه من مسألة أننا نجد مجتمعات قد لا تكون مؤمنة بالله عز وجل إلا أن بينها روابط اجتماعية، فإن مرد ذلك إلى أنهم مع فقدانهم للبعد الإيماني إلا أنهم اضطروا إلى أن يعوضوا ذلك بمنظومة من الحقوق تصاغ في صياغات قانونية يجتهدون فيها ويعملون فيها عقولهم ويسعون قدر المستطاع إلى أن تكون هذه البنية الحقوقية القانونية هي التي تورث الناس في تلك المجتمعات ما يحفظ لهم الروابط الاجتماعية. لكنهم مع هذا الجهد البشري الذي بذلوه ومع حرصهم على يعني أن تكون مؤطرة بأطر حقوقية وأطر قانونية، سواء كان ذلك في مستوياتها الاجتماعية أو كان ذلك في مستوياتها المعيشية الاقتصادية المالية، إلا أن هناك محاولات جادة وهي لا ريب تستهلك الكثير من الجهد والوقت، وكان يمكن أن يوفر الكثير من الجهد حينما تؤسس على أسس من الإيمان الراسخ بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر. ولكن مع ذلك فإنها لم تصل ولن تصل إلى المستويات التي أرساها هذا الدين الحنيف، بدليل أنك تجد الكثير من القطيعة بين الناس، وأن تلك العلاقات ما قامت إلا على المصالح. فحينما تكون هناك مصالح متبادلة فإنه يمكن أن توجد هذه الروابط، هذا في العموم الأغلب، لا ننظر إلى الحالات الشاذة أو النادرة أو الاستثناءات، وهم بأنفسهم يصرحون بذلك. فمع كثرة الجهود التي بذلت لأجل إرساء منظومة من العلاقات الاجتماعية المتينة، إلا أن تلك الجهود جميعا باءت بالفشل وحافظت على قدر يسير، وإن بدا للناس إلا أنها قامت على أسس من المصالح. فرغبتهم، أي رغبة هؤلاء ذوي الثقافات المختلفة والذين ينتسبون إلى ملل عديدة في أن يحفظوا وحدة مجتمعهم رغبة طاغية، وأن يحفظوا قوتهم أيضا هي رغبة لأسباب مادية دنيوية وهي معتبرة شرعا، هذه من نواميس الله سبحانه وتعالى في الكون ومن سننه في الخلق، إلا أنهم ما استطاعوا أن يصلوا إلى ما أرساه هذا الدين. ولهذا فإن بعض المفكرين، بعض الكتاب الفرنسيين، ذكر عما كان عليه حال الناس في أوروبا لما كان المسلمون في الأندلس، فقال لو لم تقم الحروب الصليبية على هؤلاء المسلمين، وينظر من منظور اجتماعي بحت، لكانت أوروبا قد تجنبت ما يعرف عندهم بالعصور المظلمة وهي العصور الوسطى، ولتجنبوا تأخر 8 قرون، وللحقوا بركب الحضارة الإسلامية، الحضارة الإنسانية التي بناها المسلمون. ولذلك هو يعترض على هذه الحروب وصرح بهذا الكلام ونشره. وفي هذا وفي يعني عند غيره أيضا من الكتاب والدراسات والتحليل، ما لأنهم الآن حتى حينما حصلت الأزمة المالية الماضية وجدنا أن كثيرا من العاملين في القطاعات المصرفية والمعنيين بالمال وإدارة الأموال في المجتمعات الأوروبية يقصدون كثيرا من المفكرين والعلماء المسلمين والمتخصصين في المجالات الاقتصادية
يستفيدون من تجارب المسلمين، يستفيدون مما هو موجود في تشريعات هذا الدين، وعند مناقشتهم عن أسباب تخلفهم كانوا يصرحون بأن النظرة أو الأسس التي بنيت عليها الروابط الاجتماعية إنما كانت مصالح دنيوية مادية مالية بحتة، ولذلك حصل ما حصل من التشرذم ومن الشتات ومن تهاوي كثير من البنى الاجتماعية التي كانت قائمة على ما يظن أنه روابط اجتماعية، لكنها ما كانت أكثر من مصالح دنيوية أو مصالح مادية آنية. جميل. طيب فضيلة الشيخ، أنتم أشرتم في ملمح مهم إلى وجود الدولة وأهميتها في تنظيم هذه العلاقات الاجتماعية، تحدثتم عن هؤلاء الشعوب وبينتم أنهم تصالحوا فيما بينهم على مجموعة من القوانين ترعاها دولة، وفهمت من كلامكم أنه إن ذهبت هذه الدولة فإن هذه الروابط ستنقطع بسرعة. في عالم المسلمين في الإسلام، ما المساحة التي تركتها الشريعة للدولة لتكون متدخلة في هذه الروابط الاجتماعية، وإلى أي مدى هي مهمة أيضا في تمتينها؟ طيب، لما تقدم أن الروابط الاجتماعية أسست على أصل من الإيمان بالله واليوم الآخر، ثم إنها جعلت جزءا من منظومة الحقوق، من حق المسلم على أخيه المسلم، وجعلت أيضا متصلة بالعبادات إنشاء تأسيسا ومحافظة على ما هو قائم. حتى العبادات حينما تؤدى نجد أن يعني أغلب العبادات، الفرائض التعبدية، الشعائر التعبدية، بل كل الشعائر التعبدية من الصلاة والصيام والزكاة والحج، كلها تؤدى بشكل جماعي، لأن المقصود أن تحقق هذه الشعائر التعبدية النسيج الاجتماعي، وأن تحافظ عليه، وأن تفضي أيضا إلى مزيد من تمتين الروابط الاجتماعية. ثم بعد ذلك جاءت ما يتصل بالمنظومة الإخلاقية. كل هذا هو ليس مسؤولية الأفراد فقط، ومسؤولية الأفراد من جانب، مسؤولية المجتمع من جانب، كما أنها في المقابل هي مسؤولية الدولة، مسؤولية ذوي المسؤوليات وأصحاب السلطة، لأن عليهم أيضا أن يعلموا أن مما يبني الروابط الاجتماعية أن يساووا بين الناس، أن يبسطوا العدالة، أن يوفروا العيش الكريم للناس. وهذا نفهمه في كتاب الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. وحينما نجد أن الله سبحانه وتعالى يثني على عباده ويقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. قد يكون اليتيم والمسكين مما نجده في المجتمع، لكن الأسير هذا هو أسير الدولة، هو أسير الدولة، إلا أنه يندب للمسلمين. إذن هذا يعني يندب للمسلمين أن يسعفوه للدواعي والاعتبارات الإنسانية ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. هذا الجزء يشتمل على واجب الدولة في حفظ كيان المجتمع، وفي حفظ الرعاية، وفي حفظ الناس، وبسط الأمن والأمان، وتوفير العيش الكريم لهم. ما لم يتحقق ذلك، ما لم يتحقق للناس العيش الكريم، نجد أنه في عهد عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه، لما حصلت المجاعة فإنه رضوان الله تعالى عليه عد ذلك من الشبهات التي تدرأ بها الحدود، ولذلك نجد تجوزا أنهم يقولون بأنه عطل إقامة الحدود في عام الجماعة، في عام المجاعة، عام الرمادة، وهو يعني إنما درأ تلك الحدود لشبهة الفقر والمسغبة التي كانت قائمة. إذن إذا كانت حدود ترفع لأجل مراعاة ظروف الناس وأحوال معيشتهم، فمن باب أولى أن يستشف، بل أن يستدل من ذلك أن على الدولة أن توفر ما يحتاج إليه الناس لبناء علاقات متينة فيما بينهم، ولتحقيق الموالاة فيما بينهم، ولتمثل معنى المؤاخاة، إنما المؤمنون إخوة، ولإصلاح ذات البين فيما بينهم. فهذه أيضا من المسؤوليات المشتركة بين الناس وبين القائمين على أمر الناس. طيب فضيلة الشيخ، يعني في بداية حديثكم، ولكن يعني سأؤكد بداية على الإخوة الأكارم، أننا نستقبل مكالمات من الآن فصاعدا حول هذا الموضوع ما يتعلق بالروابط الاجتماعية. أنتم أكدتم في بداية حديثكم فضيلة الشيخ، تحدثتم عن الشريعة وعن الإسلام الذي جاء ليحقق هذه الرفاهية والتواصل الاجتماعي بين الناس. نحن الآن في هذا العالم الحديث أمام طائفتين من الناس. الطائفة الأولى
لأنها على علم بالشريعة لا تجد ترددا في قبول هذا الكلام. هناك طائفة أخرى تنظر فقط إلى المجالات التطبيقية التي يطبقها المسلمون مع غيرهم. في هذا العصر يتصدر المشهد مجموعة من الناس يعلنون إقامة الدولة، ولكنهم لا يقبلون التنوع الطائفي أو التنوع العرقي حتى. إذن تعامل المسلمين مع غيرهم عندما تكون لهم دولة، هل سيتجه إلى قطع هذه الروابط ونفيهم عن المشاركة مع المسلمين؟ هل هذه الشريعة فقط للمسلمين فقط؟ لا، أمثال هذه الدعاوى لا تمثل الإسلام ولا حقيقة الإسلام، وقد تبرأ منها المسلمون من علماء ومفكرين ومن دعاة، فهي لا تمثل الإسلام، وبالتالي لا يمكن أن يقاس ما أدى به هذا الدين من تشريعات ونظم، أو ما هو عليه حال المسلمين في عموم أحوالهم بل وفي تاريخهم. يعني يقتصر المسلمون للأسف الشديد حينما ينظرون إلى ما جاءت به هذه الشريعة وإمكانية تطبيقه، يقصرون أنظارهم على واقعهم الذي هم فيه، وينسون أو يتناسون أن الغلبة والسيادة والكلمة كانت للمسلمين، كانوا هم سادة العالم، كانوا هم رواد الحضارة الإنسانية، وحينما كانوا كذلك فإنهم قد بسطوا العدل للناس جميعا، وأقاموا المساواة أمام القضاء، وأتاحوا الفرص لذوي الكفاءات، وحصنوا المجتمع بألفته ووحدته على تنوعه وتعدده. نجد أنه في عهد أبي بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه، لما كان خالد بن الوليد في الحروب والفتوحات، فإنه على أهل الحيرة في العراق امتنع عن أخذ الجزية حينما صالحهم، حينما وقع معهم، فإنه رفع عن الجزية عن الضعفة وعن الأطفال وعن النساء وعن كل محتاج. نعم. إلى حد قيل أنه لم يكن أحد يدفع الجزية، لأنه ما وجد من تنطبق عليه الشروط التي تؤخذ منهم الجزية. نعم. وهذا نتحدث عن صدر هذا الدين. نعم. كذا الحال بالنسبة إلى ما كان عليه الحال في عهد عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه، فإنه حينما وجد يهوديا يعني يتسول، قال: ما أنصفناك إذ أخذنا منك الجزية وأنت شاب، وتركناك وأنت كهل. وأمر أن يجرى له ولمثل من كان في مثل حالته أن يجرى لهم من بيت مال المسلمين. فهناك تطبيقات رائعة، وبالتالي لا يمكن أن تعد أو أن ينظر إلى الدين من هذا المنظور الضيق، بل على المسلمين اليوم أن يصححوا أوضاعهم وأن يوصلوا الرسالة الصحيحة الناصعة بالقول والعمل. لا يكفي القول وحده لأجل إيصال حقيقة هذا النظام الاجتماعي المتين. نعم. الرائع الذي يحقق الألفة والمحبة. يعني أين نجد في أي نظام من النظم؟ نعم. نجد مثل هذا الوصف: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الآصرة التي وصفت بها العلاقة بين هؤلاء ليست هي علاقة المصالح، وليست هي علاقة القوة، ولا علاقة التسلط، ولا علاقة الحقوق. لا. هي علاقة العاطفة الجياشة بالمحبة والعطف والرحمة. لا. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم. لا. ثم إن التشبيه أيضا كمثل الجسد الواحد، ليسوا أسرة واحدة وإنما جسد واحد، إذا تداعى منه عضو اشتكت سائر الأعضاء بالحمى والسهر. لا. هذه الصورة هي التي يدعو إليها الإسلام، ولم يدعو إليها شعارا براقا، وإنما دعا إليها عقيدة أولا، ثم حقوقا، ثم عبادات، ثم خلقا ساميا رفيعا. نعم، جيد. هذا الموضوع غاية في الأهمية، ولكننا سنطرح سؤالا الآن ثم نقف بعد ذلك مع فاصل إن شاء الله. هذا الجانب الاجتماعي الذي تحدثتم عنه الآن، وقد أصبح إطاره واضحا في الجوانب الإيمانية وفي جوانب ما يمكن أن تقوم به الدولة من رعاية أيضا لتمتين هذه الصلاة، يبقى أن نناقش بعض الأشياء التي نحتاج إلى معرفتها، وهو عندما تكثر الفتن وتدلهم يعني المشكلات في عالم المسلمين، فإن أفضل ما يدعى إليه المسلم في هذه الحالة أن يعيش حالة من العزلة، لتكون رؤوس الجبال أفضل له من أن يكون في أوساط الرجال. دعوة هذه النصوص إلى أن يكون الإنسان معتزلا عن واقعه الاجتماعي، بعيدا عن المشاركة في تعديل مساره، يعني كيف يتم توجيهها وتصريفها، وهل هي بالفعل صحيحة؟
دكتور، أنتم تشيرون إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن يكون خير مال المرء غنما يتبع به شعاف الجبال ومواضع المطر. وأكثر شراح الحديث في بيان معنى هذا الحديث، وما هو الأفضل؟ هل العزلة والبعد عن الناس أفضل وأولى للإنسان أيام الفتن، أو أن مخالطة الناس أفضل وأولى؟ والظاهر باختصار شديد، يعني لسنا بحاجة أيضا إلى أن نتعمق في كثير من الخلافات والتفسيرات، لأن دلالة الحديث واضحة. الحديث يتحدث، الحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورد في سياق الحديث عن الفتن. هذا الذي يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يوشك أن يكون حاله الأفضل هو أن يعزل نفسه وأن يكون له أن يتخذ غنما يرعاها فيعتزل الناس ويتعرب، يعني يكون في الأعراب كناية عن العزلة. إنما يقصد به كما قلت في أيام الفتن هذا الذي يمكن أن يدخل في الفتن بما يسخط الله تبارك وتعالى. هذا الصنف من الناس لا ريب أن ابتعاده عن مثل هذا الحال أولى له، لأن النفس يمكن أن تقع بين اتباع الهوى، الرغبة في الشهوات أو اتباع الشهوات، اتباع الوساوس، أن تتأثر بقرناء السوء، أن تصيبها الغفلة، فحينئذ لا تأمن على نفسها في الفتن فتدخل وهي إما طامعة أو أنها جاهلة غافلة. فإذا دخلت في الفتن وهي كذلك فإنه لا ريب سيصيبها ضرر تلك الفتن، وستتمرغ في أوحالها، فيمكن أن تصيب دما حراما أو أن تأخذ مالا حراما أو أن تنتهك عرضا حراما. هذا الصنف من الناس هم المأمورون بالاعتزال، باعتزال الفتن. والحديث يشبه يوشك أن يكون للدلالة على ما سيصيب هذه الأمم من هذه الأمة من الفتن يصل فيها الحال إلى هذا الاختلاط. وإلا فقد ورد أيضا وقد صحح جملة من العلماء ومن المحدثين هذا الحديث الذي ورد في السنن، ورد عند الترمذي والنسائي، وورد في مسند أحمد، أن الذي يخالط في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد من طريق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وهذا يعني قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم، يعني حصلت فتن عظيمة واجهها صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف واجهها؟ هل عزل نفسه؟ نعم، إن قيل بأنه نبي مأمور بالتبليغ فلننظر في تأسي صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم به عليه الصلاة والسلام في مواجهتهم للخطوب وفي تصديهم للفتن. فإنهم قد كفوا هذه الفتن وتصدوا لها وسعوا إلى إصلاح الأوضاع ومنع الفساد والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف، وهذا هو الذي يؤمر به المسلم. هذا هو الذي عليه أن يؤهل له نفسه المسلم، يعني لا ليس له أن يقتحم أيضا لجة هذه الفتن بجهل أو غفلة أو وهو أعزل مما يحتاج إليه، بل عليه أن يهيئ نفسه وأن يوطن نفسه لملاقاة هذه الفتن بإيمان راسخ وبصلة متينة بالله تبارك وتعالى وبحسن تدين له سبحانه وبلجوء إلى أهل العلم والخبرة والاختصاص للتمييز بين الخير والشر والحق والباطل، وبالاستعانة بإخوانه وبالمشورة، حتى إرساء مبدأ المشورة يعني ينفي أن يكون الحال هو أن تكون العزلة هي الأفضل مطلقا. وإلا فما فائدة المشورة إذا كان كلما عنا للمسلمين شيء من الفتن ولاح شيء من الخطوب فإنهم يعزلون أنفسهم، فإذا متى يكون تطبيق مبدأ الشورى ومتى يتناصح الناس ومتى يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ إذن هذا هو يعني معاني تطبيق الحديث، لكن لكننا سننزل بعد قليل إلى بعض التطبيقات لنسألكم فيما إذا كان الحديث ينطبق عليها أم لا. نستقبل أولا الأخ داود الحبسي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أهلا بك الأخ داود. سؤال. الله يبارك فيك، تفضل. يعني من ضمن يعني من مظاهر قوة العلاقات الاجتماعية في المجتمعات أن الناس يتكاتفون في الطائف، فإذا ما حلت مصيبة بقوم أو بأحد
تكاتف معه الناس، فكل قبيلة تدفع يعني نصيبا من تكلفة تلك المصيبة، ومن أمثلة هذا في العزاء. نعم. فكل قبيلة في المجتمعات تدفع مقدار يعني معين من تكاليف العزاء. فتقام ولائم في العزاء، فكيف يعني ما هي الطريقة التي نستطيع أن نوقف فيها يعني هذه الولائم عنا يعني من الصعوبة في مكان إيقافها، فإذا ما أخذها أناس فسيصبحون يعني علم في ألسن ألسن الناس. طيب إن شاء الله الأخ داود، الله يبارك فيك، شكرا جزيلا لك، الله يحفظك. نبقى إذن مع فاصل قصير ثم نعود بحول الله تعالى لمواصلة هذا الحوار حول موضوع الروابط الاجتماعية، وقد ركزنا كما لاحظتم على على الجانب المتعلق بتأصيل هذه الروابط وطريقة فهمها وتطبيقاتها في حياة الناس. مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم 24 لعام 1435 للهجرة، 2014 للميلاد. يسر مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم الإعلان عن فتح باب الاشتراك في مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم 24. مستويات المسابقة: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا مع التجويد، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا مع التجويد، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا مع التجويد، المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية مع التجويد، ويشترط أن يكون من مواليد عام 1999 فما فوق. المستوى السادس حفظ جزئين متتاليين مع التجويد، ويشترط أن يكون من مواليد عام 2006 فما فوق. شروط المسابقة: أولاً أن يكون المتقدم عماني الجنسية، ثانياً التزام المشارك بالمستوى المحدد، وإن سبق له الاشتراك وأخذ جائزة فعليه أن يختار المستوى الأعلى. للتسجيل يرجى تعبئة الاستمارة الإلكترونية www.sqcic.gov.om. آخر موعد لتقديم الطلبات يوم السبت 12 من شهر شوال 1435 للهجرة، الموافق 9 من أغسطس لعام 2014 للميلاد. نور من العلم يستهديه يهديني، غيم من الفكر يستسقيه يسقيني، أمد مني سؤالا نحو طلعته حتى جرى النور في شرح وتلقيني. هنا سنعمر دنيانا ونصلحها ونعتني الخلد حيث الفقه في الدين هنا تجلت. مرحبا بكم أعزائي الكرام مرة أخرى في حلقة نتحدث فيها عن الروابط الاجتماعية. ضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي. فضيلة الشيخ، نعود لمناقشة هذا الموضوع مرة أخرى. نعم. هذه المرة كما قلنا نريد أن ننزل إلى بعض التطبيقات. تحدثتم عن الفتنة وأن الإنسان يعتزل الفتنة لأن كلمة واحدة منه يمكن أن تثير معركة حامية بين المسلمين أو بين الإنسان وأخيه الإنسان. هل ينطبق هذا على الإعلام اليوم؟ لأن الذي يدير دفة الصراع والفتن بين المسلمين أنفسهم هو إعلامهم. وترى أن هذه المؤسسات الإعلامية مختلفة فيما بينها، وكل واحد يرشق الآخر بكلام يؤجج هذه الفتن. هل سيتجه هذا الحديث إلى مخاطبة الإعلاميين باعتزال هذه الفتنة، بمعنى يعتزل الإعلام عندما يؤدي إلى هذا النوع من النتائج؟ الأصل أن يقوم الإعلام بمناصرة القضايا العادلة وبتوجيه الرأي العام، رأي المسلمين الذين يصل إليهم هذا الإعلام ورأي سائر الناس إلى الحق والصواب،
وأن يرتقى بمستوى الناس بمستوى المخاطبين الذين يصل إليهم صوت الإعلام فيما يتصل بأخلاقهم وفيما يتصل بنظرتهم إلى الحياة وإلى القضايا التي تعن في الحياة. هذه هي مسؤولية الإعلام. فإن لم يتمكن الإعلامي من أداء هذه الرسالة ووجد نفسه أنه قد اتخذ وسيلة وسببا لمناصرة الظلم ولإرساء البغي والعدوان وللتبرير للفساد والظلم ولتوجيه الرأي العام وتشكيله بما يخالف الحق والصواب وبما يخالف مبادئ العدالة والإنسانية والمساواة، فإن عليه أن يعتزل. نعم، في مثل هذه الحالة. وقد رأينا أيضا بعض الإعلاميين الأحرار الذين يتجنبون أن يتخذوا وسيلة وذريعة ومركوبا للوصول إلى الباطل، ولكننا في المقابل أيضا نجد أن هناك من رضي لنفسه بهذه المنزلة، وهو حاله حال غيره من الناس، يعني في كل مجال من مجالات هذه الحياة، إلا أنه خص الإعلام بمزيد من التركيز لعظم دوره. وهذا يشهد له في كتاب الله عز وجل ما يمكن أن يحدثه، أي ما يحدثه الإعلام من أثر سلبي بالغ في المجتمعات، يستشهد له بقول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، الآية الكريمة. ففي هذا دلالة واضحة على أن لإذاعة الأكاذيب أو نشر الإشاعات أو الإعلام بالباطل في كل ذلك أثر بالغ، وإلا لما استحق أن يتناول القرآن الكريم هذه الظاهرة. وتناوله لم يقتصر على حالة الحرب فقط، وإنما تناول أيضا حالة الأمن. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، فهذا يعني يؤكد أن للإعلام دورا بالغا لا بد أن يكون موافقا لما يحقق الغايات التي جعلت من أجله أو التي كانت لأجله، وهي مناصرة الحق، صياغة الرأي العام لما يوافق القضايا العادلة، الارتقاء بمستوى الناس خلقيا وفكريا وثقافيا، وإضافة المعلومة النافعة. هذا هو الأصل في دور الإعلام. فمتى ما كان لا سيما في أوقات الفتن لا غير مؤد لهذا الدور، وإنما يؤدي أو يتخذ وسيلة لنشر الأكاذيب ولصياغة الرأي العام نحو مناصرة الظلم والعدوان والبغي ومجانبة الصواب وهضم حقوق المستضعفين في الأرض، فإن على الإعلامي أيا كان أن يعتزل مثل هذه الفتنة. وهذا هو الذي يعني يوافق ما يتصل بالدعاة والوعاظ والعلماء أيضا من نفس هذا الحال. بالفعل. طيب فضيلة الشيخ، يعني بما أن هذا مدخل في قضية الروابط الاجتماعية عندما نتحدث عن هذه الجوانب المعاصرة التي نعيشها نحن اليوم، لأننا لا بد أن نوسع الدائرة لنتحدث عن الروابط الاجتماعية بالشكل الجمعي، أي بين طوائف المسلمين أنفسهم، والإعلام يسعى إلى تمزيقها. لكن هناك دعوات تقول بأنه لا بد أن يكون الإعلام حرا، لا يرتبط بدولة أو برقابة دولة. عندما صار الإعلام حرا للأسف الشديد ارتبط بأهواء الناس وركبوا الموجات كما تفضلتم. أنتم تحدثتم إلى أهمية أن يكون هناك دخل للدولة في تمتين الروابط الاجتماعية في ثنائية الإعلام والدولة. ما المطلوب عندئذ لكي يتحقق لكل واحد منهم قدر من التصرف في تمتين علاقة الناس مع بعضهم؟ يمكن أن يكون الجواب بفهمنا لقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فهذا الخطاب مع كونه لعموم الناس إلا أنه أخص في حق ذوي المسؤوليات، فإنهم مأمورون بأداء الأمانات، وأداء الأمانة يكون بالمحافظة عليها وبرعايتها. فلا يقتصر في أداء الأمانة أن لا يتعمد الإخلال فيها، بل عليه أن يحافظ عليها، لأنه إن تعمد الإخلال فهو مضيع للأمانة، وإن أهمل حتى ضاعت الأمانة من يده فإنه مهمل غير حافظ للأمانة.
ولذلك فإن على ذوي القرار على الدولة وفي مقابل المؤسسات الإعلامية أن يتمثلوا حق هذه الأمانة فيما يتصل بمن يصل إليه صوت هذا الإعلام، وأن يرعوا حق الله سبحانه وتعالى. وحتى تكون المسألة أكثر وضوحا فيما يتصل كما تفضلتم بمسألة الروابط الاجتماعية، نجد اليوم أن هناك خطابا من كثير من ذوي القرار ومن ذوي المسؤوليات ومن كثير من الأنظمة تدعو الناس إلى نبذ الخلافات المذهبية وإلى أن لا تفرق الناس هذه العصبيات المبنية على الاختلافات المذهبية، مع أن الخطاب الإعلامي يذكي هذه الخلافات المذهبية ويحدث بين الناس شقاقا ونزاعا حول أمور هامشية جزئية، وتجد أنه يقتنص الفلتات التي يمكن أن تذكي جذوة الخلافات المذهبية، وهذا يحصل برعاية من الدولة. فكيف يخاطب بعد ذلك الناس بعلاقات اجتماعية متينة وقد حشدت كل الظروف والعوامل التي تورثهم نزاعا وخلافا وشقاقا فيما لا طائل من ورائه؟ إذن هذه هي المسؤولية المشتركة. والدليل الآخر هو ما حصل عقب غزوة بدر الكبرى، فنظرا لما أصاب المسلمين من أن المشركين قد جردوهم من أموالهم ومن دورهم ومن وطنهم وسلبوهم حقوقهم، فإنهم تطلعوا وقد خرجوا أصلا للعير، فلما فاتتهم العير ودخلوا في النفير في المواجهة ومكن الله سبحانه وتعالى لهم، فإنهم عادوا إلى سؤال طبيعي عن الأنفال التي غنموها. ولكن لما كان السؤال في غير وقته نجد أن التوجيه الإلهي يتدخل لأجل إرساء ما يحقق علاقات اجتماعية متينة فيما بينهم، ما يحفظ لهم ألفتهم وما يحفظ لهم أخوتهم وموالاتهم. وموالاتهم، فالله تعالى يقول يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، وانتهى الجواب في هذا السياق، انتهى الجواب، قل الأنفال لله والرسول، فليس أمر الأنفال والغنائم والمصالح الدنيوية من شأنكم، إنما مرد ذلك إلى الله والرسول، واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. مباشرة يأتي الجانب التطبيقي، الأوامر التي تتصل بالتنفيذ، ماذا عليهم أن يفعلوا حتى يحافظوا على وحدتهم وألفتهم؟ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وهي يعني أيضا مسؤولية الناس كما أنها من مسؤولية الدولة أيضا ومن مسؤولية الإعلام، أن يسعى إلى إصلاح ذات البين وتقريب وجهات النظر والبناء على المشتركات لا على المتفرقات. وأنا أنتهز الفرصة هنا لأؤكد بأن الإعلام العماني منذ بدايته يسعى إلى تمتين هذه الروابط الاجتماعية ويتجنب الخوض في شيء من هذه الفتن ولا يتدخل في سياسات الآخرين. أخص بالذكر هنا سؤال أهل الذكر أيضا، الآن يكمل عامه 14، وهذه دعوة لحملة شهادة الدكتوراه والماجستير أو الذين يقومون بدراسة دراسات في الماجستير والدكتوراه، أن يأخذوا من سؤال أهل الذكر عنوانا يتعلق بموقف سؤال أهل الذكر من طوائف المسلمين، سؤال أهل الذكر والجانب التسامحي. هناك مواضيع عدة يمكن أن يكون الإنسان أن ينطلق منها الإنسان ليناقش رسالة الدكتوراه إن شاء الله تعالى في هذا الجانب، وغدا بحول الله تعالى سأقدم مجموعة من العناوين التي تتعلق ببرنامجنا بإذن الله. فضيلة الشيخ، يعني بقي معنا دقائق والمشاركون هنا كثيرون، وكنا قد أردنا أن يعني أن نناقش مجموعة كبيرة من التساؤلات حول هذا الجانب الاجتماعي. لنأخذ أولا سؤال الأخ داود الذي يقول أن الروابط الاجتماعية تقضي أن يكون الإنسان متآزرين في الأفراح والأتراح، ومن بين هذا أن يكون بينهم تآلف أيضا وتآزر في الأتراح عندما يدفع كل واحد منهم مبلغا لإقامة العزاء. هذا سيؤدي بطبيعة الحال إلى وجود ولائم سؤال يتساءل يعني عن مسألة المحافظة على هذا التوائم والتآزر، ولكن في نفس الوقت البعد عن الولائم. هو هذا المقصود، المقصود أن بناء العلاقات الاجتماعية وتحقيق الألفة والمواساة والتعاطف والتراحم بين المسلمين لا يعني أن ذلك يسوغ لهم أن يأتوا ما يخالف الهدي القويم، بل هم مأمورون بتجنب، نظرا لكون
هذا الأمر هو من صميم تعبدهم لله سبحانه وتعالى ومما يؤجرون عليه، فإن هذا لا يعني أن يشاب بشيء مما يمكن أن يكدر صفوه فيسخط الله سبحانه وتعالى، أو يمكن أن يكون مخالفا للهدي القويم ومن منهج الراشد القصد الوسط. فلا يسوغ يعني أن يكون، نعم لو كانت المسألة لمواساتي، لو كان جمع المال لمواساة أسرة المتوفى لما أصابهم في من مصاب فقدانهم لميتهم ولإسعافهم بما يحتاجون إليه من نفقات، فإن هذا مما يمكن أن يستشهد له بحديث اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن مصابهم قد شغلهم. لكن أن يتوسع الناس وأن تجعل الولائم للضيوف وأن يتحول الحزن إلى مزيد من المصاب والشغل لأهل المصاب، فهذا مما لا ينبغي أن يكون، بل لا بد من التعاون كما أمر الله سبحانه وتعالى، من صميم أيضا يعني العواصم الاجتماعية في قوله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الأخت أمايا الحسن، إذا كان نطق الاسم صحيحا، هذا سؤال يتكرر عندها ورأت أن الفرصة سانحة الآن لطرحه. تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحم والموت، ما قولكم في العائلة التي تسكن في بيت واحد، يعني الإخوة وزوجاتهم وأطفالهم في نفس البيت، وللعلم أن أحد الإخوة زوجته لا ترضى بذلك ولا تجد أن ذلك يحقق لها سترا، بينما يكون هذا الستر أكثر لها، أكثر بالنسبة لها عندما تكون في بيت أهلها. هذا النوع من الروابط التي يحصل أيضا يحرص عليها الناس بأن تكون الأسر كلها في بيت واحد أو يجتمعون في مكان واحد. تقدم أن الروابط الاجتماعية المعتبرة شرعا هي التي تبنى على مرضاة الله سبحانه وتعالى وتراعي أخلاق هذا الدين وقيمه وآدابه، والحديث الذي استشهدت به صحيح هو الحم الموت، حينما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء فقال إياكم الدخول على النساء، فقيل والحم يا رسول الله، فقال الحم الموت. فلا بد من أن تراعى آداب الستر والعفاف ومنع أبواب الفتن وذرائعها، وهذا يتحقق حينما تكون المرأة مستقلة، أي الزوجة مع زوجها مستقلة في بيتها. فإن لم يمكن ذلك فلا بد من مراعاة الفصل بين الرجال الأجانب والنساء الأجنبيات، وأن يخصص يعني الرجل وزوجه مكان خاص لا يحصل فيه هذا الاختلاط المحرم شرعا، وأن يتقيد الجميع بآداب هذا الدين وأخلاقه مع سعيهم إلى أن يكون لهم مكان خاص منفصل لا تكون المرأة فيه عرضة لأن يطلع عليها الأجانب من الرجال وهم الحم في هذه الحالة، ولا أي أحد من الرجال الأجانب، وكذا الحال بالنسبة للرجل أيضا في تعامله مع المرأة، لأن كل واحد منهما مأمور بالستر والعفاف وغض البصر وحفظ الفرج. سؤال أخير في الفيسبوك وبقية الأسئلة في التويتر وغيرها لا تتعلق بموضوعنا، يقول ما رأيكم في من يسعى إلى إظهار كل قبيح في أهله، كما أنه كلما سنحت له الفرصة يحاول أن يجعل أهل البنت أو الصبي يضيقون الخناق على أولادهم؟ لا ليس من شأن المسلم أن يكون بذيء القول فاحش اللسان، بل عليه أن يكون حسن القول جميل المعشر، أن يكون محسنا إلى الناس، وهذا لا يتنافى مع إنكاره للمنكر ومع سعيه إلى النصح وأن يؤدي حق الإصلاح في أسرته والإصلاح في مجتمعه، لكن للإصلاح وللنهي عن المنكر وللنصح بالحق والخير منهجا يقوم على وفق تعليمات هذا الدين وأخلاقه وآدابه. نعم فضيلة الشيخ، بقي معنا سؤال أخير وله ربما دقائق فقط، لا أحدده الآن، ننتظر المخرج. فيما يتعلق بالروابط بين الناس، هناك روابط تنشأ بين الناس تكون متينة جدا إلى حد الدعوات إلى الولائم إلى وغيرها، ولكن سرعان ما تنقطع هذه الروابط وتكون بين الاثنين جفوة. لماذا؟ لأن هناك مصلحة كانت فقط من هذه الروابط. الروابط التي تقوم على أساس المصلحة بما يصفها الإسلام وماذا تقولون عنها؟ لا ليست هذه من الأسس التي تبنى عليها، ليست هي من البواعث
التي تبنى عليها الروابط الاجتماعية، طالما أنها مبنية على مصالح متبادلة، أي أنها مبنية على معاوضات، فهي أقرب إلى الصفقات التجارية وليست هي كذلك. من شأن الروابط الاجتماعية التي تبنى بين الناس، سواء كانت صلة رحم أو كانت برا لوالدين أو كانت إحسانا إلى الناس أو كانت صنائع معروف وصلة للآخرين للناس جميعا، أو كانت برا بهم كما بيّنت آية البر في كتاب الله عز وجل، فإنها لا تقوم على انتظار معاوضة من أحد من الناس، وإنما يبتغى بها وجه الله تبارك وتعالى. هذه هي التي تعزز الأواصر الاجتماعية وتقيمها على أسس متينة راسخة تحفظ لها ديمومتها، وتستمطر بها رحمات الله سبحانه وتعالى لهذا المجتمع، وتتحقق فيه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أما إذا كانت معاوضات فهذه صفقات تجارية، وبالتالي لا أجر من ورائها ولا ثواب، كما أنها تورث الناس قطيعة، لأنها تورث الناس في الدنيا قطيعة وتفسد ذات بينهم وتحول الحياة إلى غابة لا يسوقها إلا التطلع إلى المصالح الدنيوية والمنافع الآنية. وهذا الذي حل بالمسلمين من ضعف وتأخر ومن تشرذم هو من جراء مثل هذا التنافس على حظوظ هذه الدنيا، وهو مما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: ليس الفقر أخشى عليكم، فوالذي نفسي بيده ليس الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. كانت لدي رغبة في أن أطرح سؤالا آخر لمعالجة هذه القضية، لأن الذي توجه إليه مثل هذه الدعوات المصلحية كيف أيضا يتعامل معها؟ لكن هذا ربما ستكون له فرصة في الغد إن شاء الله. شكرا لكم فضيلة الشيخ على هذا العطاء. أعزائنا الكرام، نشكر إياكم فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة، ونؤكد بأننا في هذه الحلقة تناولنا مواضيع عصرية مهمة يعيشها الناس اليوم، يشاهدونها، يقرؤونها، يسمعون عنها، يعايشونها أيضا، وهم يواجهون هذه الفتن وهذه التغيرات الكبيرة في العالم الإسلامي. هذه الحلقة قدمت جزءا من الحلول التي لابد للمسلم أن يعود إليها ليفهم مسار الحياة وكيف وجه الإسلام الخلائق إلى الصواب. في الغد بحول الله تعالى سنتناول موضوعا عاما نطرح فيه مختلف الأسئلة، أما زكاة الفطر فسيكون نصيبها في يوم السبت بحول الله تعالى. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور من العلم يستهديه يهديني، غيم من الفكر يستسقيه يسقيني، أمد مني سؤالا نحو طلعته حتى جرى النور في شرح وتلقيني. هنا سنعمر دنيانا ونصلحها ونعتني الخلد حيث الفقه في الدين، هنا تجلت بأهل الذكر معرفة كطلعت الشمس في كل الميادين، كطلعت الشمس في كل